تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جليسة رياضية. جليسة رياضية موعدكم الرياضي اليومي الذي نتطرق فيه لمواضيع رياضية تهمكم مع إعلاميين ومحللين ورياضيين. في حلقة اليوم ثلاثة محاور. الأول نناقش فيه انتقادات وليد الركراكي مدرب الوداد الرياضي لجامعة كرة القدم وإصابة يوسف أنصيري وغيابه عن كأس الأمم إفريقيا مع الأسود. في المحور الثاني فريق برشلونة يبدأ حقبة جديدة مع المدرب تشافي هيرنانديز. وفي محور تدوين مثير للجدل عرض لاعبين من الرجاء على لجنة التأديب وكذا قرار إقالة لسعد الشابي من تدريب الفريق الأخضر. ويسعدني أن أستضيف في حلقة اليوم على يميني الناقد الرياضي بدر المغاري. بدر مرحبا بك. أهلا بلال على المشاهدين الكرام. كما يسعدني مشاهدينا الكرام أن أستضيف اللاعب السابق والمدرب والمحلل الرياضي طارق بن دامو. طارق مرحبا بك. أهلا سي بلال، أهلا بالأخ بدر، كنتمنى نكونوا خفاف على المشاهدين الكرام. إذن مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نبدأ في مناقشة المحور الأول. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام. وليد الركراكي ينتقد لجنة المسابقات التي قررت إيقاف الدوري لأسبوع وبعدها استئناف الدوري ثم إيقافه مجددا لإفساح المجال أمام المنتخب المحلي لكأس العرب. سي بدر، انتقادات لاذعة من وليد الركراكي للجنة المسابقات في الجامعة الملكية المغربية. هو وليد في التصريح ديالو انتقد حتى من الملعب، يعني هو يعني كينتقد بالنسبه لانه يدافع على اللعبه ديالو وعلى الفرقه ديالو. هو معروف فاش كان في الفتح كان معروف بالتصريحات، هو كيتقارن شويه بمورينيو في الطريقه باش كيهضر هو مع الصحافه، وهذا الشيء بالنسبه لي عادي بالنسبه للشخصيه ديالو، حيت هو دابا كيبغي هو يكون في الواجهه. وحتى الا كانت شي ضغوطات، والفرق الكبير اللي كاين بالنسبه له اليوم هو ان في الوداد ماشي هي الفتح، الوداد عنده جمهور كبير على الصعيد الوطني والصعيد زعما حتى العالمي، واليوم زعما اي تصريح ديالو كيتخاد بواحد الطريقه اللي هي كبيره، حيت في مواقع التواصل الاجتماعي هذاك الشيء كيتعاود والهضره كتبدل. دابا انا كنظن ماشي لوبجيكتيف ديالو انه يشد الضد مع لا فيديراسيون ولا على البرمجه، ولكن انه يدافع على اللعبه ديالو، حيت يعني لي كونديسيون اللي كيخدم فيهم دابا ماشي هما اللي اديكوات بالنسبه للخدمه اللي هو باغي يدير. هو راه فرقته غدا مزيان، وما تنساوش ان الديربي راه ما كانتش النتيجه كما كانوا باغينها. هو راه كيدير الثقه زعما في اللعبه ديالو، وكيبانوا لك داخلين بواحد لا كونفيونس كبيره، ولكن ممكن هذا الماتش كان خصهم ياخذوه بواحد الصوره اخرى وياخذوه بالحجم ديال الديربي وماشي انه مقابله بحال الاخرين. نعم. بالنسبه ليا بغى هو يدير هذا التصريح باش يدافع على سي جوغ كما يلون لابيتود في كاع لي زيكيب هو اللي خدم معاهم. سي طارق، وليد الركراكي قال كيف يعقل ان يغادر لاعبون الى البحرين ودبي والعوده لمباراه سوالم وبركان بيومين فقط ثم يغادرون الى قطر؟ انا كنظن سي بلال هو هذه نقطه سلبيه لفريق الوداد البيضاوي وكيبغي يحمي اللعابه ديالو، ولكن راه ما نساوش بان هذا المنتخب الوطني لما نعطيو الاولويه. طبعا الاولويه للمنتخب الوطني. اذا فكيفاش غادي انا هو كيهضر الانسان كيهضر على الفريق ديالو كيهضر على المسائل ديالو، ولكن راه الاولويه دائما كتكون المنتخب الوطني. فكنظن هذه مساله عاديه، وكاع لي زونترينور غادي يكونوا كيتشكاو من هذه النقطه، حيت كيكونوا عليه ضغوط، كيكون عليه الناس كتسنى، الجمهور الفريق الوداد ما غيرحمش، ولكن راه الاولويه كنظن الفريق المنتخب الوطني. والسؤال اللي كيتطرح، واش هذه البرمجه هذه زعما عاديه؟ حنا دونز اون اني لي سبيسيال شويه، حيت كاين كاس العالم زعما الاسبوع العام الجاي، اقصائيات كاس العالم، وحنا كاس العالم كاين هذا كاس العرب اللي المغرب غادي يشارك فيه. طبعا نشير انه تاهلنا للدور الحاسم، ماشي الدور الحاسم ماشي وكاين هذا كاس العرب، حنا المغرب غادي يشارك في هذا كاس العرب، يعني بواحد الفرقه اللي مكونه ما بين اللاعبين المحليين واللاعبين اللي كيلعبوا في بلدان العرب. يعني ضروري ان حتى لا فيديراسيون خصها تكون ديك البرمجه ديال لي ماتش على حسب الظروف اللي عندها. يعني ما نقدروش، انا بالنسبه لي ما نقدروش نلومو
لا لا فيديراسيون لا لا ليغ بالنسبه لهذه البرمجه. كون زعما هاد لي دو ماتش كانوا يقدروا يتاجلوا كون هي زعما كنت كانت حسن بالنسبه للوداد والفرق الاخرى اللي عندهم لعاب. واش ما كانش ممكن انهم يوقفوا البطوله من الان ويقول لك حتى يساليو كاس العرب ويساليو ونرجعوا؟ ولكن راه كاين مشكل اخر هو ديال كاس افريقيا، راه ما بقى ليها والو. يعني فوقاش غنساليو هذه البطوله هذه؟ واش كنبقاو ديما حتى لشهر 7؟ كما قال الاخ بدر كاين ضغط، كاين ضغوط، كاين ضغوط لا على الناس المسؤولين لا على الناس اللي مكلفه بالمكلفين بالبروغرام ديال البرمجه. زعما كنظن شويه خص الانسان يصبر. احنا عندنا اوبجيكتيف واحد هو المنتخب الوطني يوصل للاوبجيكتيف اللي باغي، والفرق الوطنيه كذلك توصل للاوبجيكتيف اللي عندها، وخص يكون ما يكونوش هاد التشنجات وهاد المشاكل وهضر فيا نهضر فيك. هذه حرب ما صالحاش لينا، ما خدام لا الكره الوطنيه للجمهور اللي كيبغي الكره. كنظن خل الانسان يصبروا شويه للناس المسؤولين للمدربين باش نقضيوا هاد الغرض وهاد السنه بحكم كان كوفيد دازت الازمه تماما. يلا كنرجعوا كوفيد من الوقت الحياه العاديه الحياه شويه يلا بدينا شويه كنشوفوا الضوء. وكما كيعرف الجميع حنا كنتسناو في الجمهور باقي ما يوميا كنذكروا بهذه المساله ديال ان الجمهور خاصو يرجع. كلشي للمشاهدين للمسؤولين للمدربين كلشي خاصو يصبر ويديروا يد في يد ويتحدوا تماما. مادام كنهضروا على المنتخب الوطني سي بدر، انت متابع الدوري الاسباني. يوسف النصيري حسب اذاعه ماركا قالت انه غادي يغيب بعد تجدد الاصابه لثلاثه اشهر، ما يعني انه عدم مشاركه ديال يوسف النصيري مع المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا اللي ما بقى ليها والو في شهر يناير. وبون يعني هذا خبر يعني سيء بالنسبه للفريق الوطني، حيت كيبقى يوسف النصيري من احسن المهاجمين في الدوري الاسباني، وعلى الصعيد الوطني ما كنظنش ان عندنا كاين الحمد لله، ولكن عنده المشاكل ديالو عاوتاني بوحدو. يعني ما عندناش واحد اللاعب في لاطاك اللي في المستوى ديالو في لوغوب. دابا كاين لي شوا اخرين، كاين ايوب الكعبي اللي هو ايوب الكعبي كيقدم مستوى مزيان لا مع المستوى في المنتخب الوطني لا مع الفرقه ديالو في تركيا، يعني غادي في واحد الموسم تمام. جيد وتحسن في الاداء ديالو وفي لا كاباسيتي انه يكادري لي فراب ديالو، حيت كان عنده مشكل هو ديال الضغط كما كنا شفنا في كاس العالم في روسيا. هو دابا بدا كي تكون واحد الثقه في نفسه، وانا كنظن زعما يقدر يلعب بطريقه جيده. انا بالنسبه لي دوتفاسون لوبجيكتيف ديال الفريق الوطني اليوم ماشي اننا حنا غنربحوا هاد كاس افريقيا، غير يكون الاداء جيد ونوصلوا للمرحله اللي ابعد في الاقصائيات. نفس السؤال سي طارق، واش كتشوف ان الغياب ديال يوسف النصيري الى حد الان حسب اذاعه ماركا الغياب ديالو عن الكان غياثر على المنتخب الوطني المغربي؟ انا كنظن سي بلال المنتخب الوطني ما عمره في التاريخ المنتخب وقف على لعاب واحد. الا كان غنوقفوا على لعاب واحد اذا راه كاين خلل، عندنا مشاكل، ما عندناش لي جوار واقيلا باش نلعبوا. انا ماشي كنطيح من القيمه ديال نصيري كيعرفوا كما كيعرف الجميع ان بيتور ان جوار ديال 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 اتاكون دو بوين داخل صندوق. كنظن عندنا لو شوا، عندنا الكعبي، عندنا لو شوا. الكعبي كيقدم مستوى مميز مع المنتخب الوطني مميز صراحه. كما قلت ديغنييغمون الكعبي راه فاش كان في فريق الوداد البيضاوي كنت غنقول راه فاش غيمشي الكعبي راه غادي يبقى ان مونك في اتاكون دو بوينت. كنظن تعطى فرصه، غير ما تعطاتوش الثقه لازم ماشي حيت شويه الجمهور ديال الدار البيضاء ما كيعذرش ما كيعذرش. كنظن ما عمر المنتخب الوطني وقف على لاعب او لاعب. مادام كنهضروا على المنتخب الوطني، منير المحمدي ما تستدعاش اللائحه ديال وحيد خليل وزيتش، ما قيل انه بسبب الاصابه. شفنا منير المحمدي لعب مع فريق ديالو هاتاي التركي، لعب يوم الاحد اول امس الاحد لعب بشكل عادي، فين هو الخلل؟ انا بالنسبه لي وليد فهيد باردون فهيد لابسوس فهيد عنده مشكل مع بزاف د اللعابه، ماشي اول لاعب اللي عنده مع هذا مشاكل. كاين وزياش مزراوي، واش كاين مشكل مع الواحد مع لا خصو يكون صريح. الا كان كيقول لك راه عنده مشكل الاصابه واللاعب راه كيلعب الماتش ديالو، دونك ماشي مشكل الاصابه، دونك كاين شي حاجه اخرى، يعني شي حاجه اللي حنا ممكن ما في خبرناش. ولكن في هذا الفريق هذا العام لاحظت ان كاين بزاف ديال المشاكل شخصيه مع بعض اللاعبين، والخبر اللي كتخرج زعما لابريس وهذا ما كيقولوش لنا اكزاكتومون شنو هو المشكل. كاين فيرسيون ديال اللاعب، كاين فيرسيون اللي كتخرج شويه في الصحافه، ولكن ما عندناش زعما الدليل واش منير حمدي ما بقاش راضي به
وحيد ولا كاين شي اشكال؟ اذا كنتمنوا ما انه ما يكونش مشكل. الاخبار اللي كتوصل من تركيا كتقول ان منير المحمدي عنده اصابه، يعني ماشي مصاب ولكن عنده مشاكل في الركبة، وأنه غيدير عليه عملية في إسبانيا. لا نعلم مدى صحة هذه الأخبار. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام المحور الأول، بعد الفاصل ننتقل إلى المحور الثاني. في المحور الثاني نتطرق لفريق برشلونة الذي له محبين كثر بالمغرب، وأيضا فريق ريال مدريد ومختلف الأندية الأوروبية. المدرب أو فريق برشلونة تعاقد مع ابن النادي تشافي إرنانديز الذي كان مدربا لفريق السد القطري وكان عميدا لفريق البارسا برشلونة قبل أن يغادره. إذن سي طارق بن دمو، أكيد تابعتي إعلان تعاقد مع تشافي. هذا الاسم كان مرتبط بفريق برشلونة منذ مدة طويلة. أنا كنظن فريق برشلونة دار واحد النقطة اللي مهمة، وكنظن اللي غتعطي الأكل ديالها هو الرجوع ديال ولد الدار، ولد المدرسة اللي عارف الخبايا ديال نادي برشلونة. وكنظن هاد النقطة هادي هي اللي خصهم يخدموا عليها الفروق المغربية. كنقول راه ما يقدرش يعرف من غير لونترينور دي ولد الفرقة واللي عارف الخبايا ديال الفريق والفلسفة ديال الفريق. والفلسفة ديال الفريق تشافي كما كيعرف الجميع كبر في واحد لونتوغاج كما كيقولوا تيكي تاكا، كبر في مدرسة كروية عريقة، تلميذ ديال غوارديولا لعب معاه وكان كان تحت الاشراف ديالو. كاينه بعد كاين بعد زعما بعد الهضره اللي كتقولوا راه غيقدر يكون ادجوان ديالو انيستا. كنظن هذه نقطه ايجابيه لفريق برشلونه اللي توحشناه، توحشنا نشوفوا هاد تيكي تاكا. عيب نشوفوا نادي برشلونه كينهزم مع فرق ماشي ضعيفه مي مستوى ديالها على المستوى الاول. كنظن انا والله الا شخصيا انا ماشي برساوي، انا مدريدي، ولكن كنبغي نتفرج في البارسا. حتى انا مقلق شويه من هاد الجهه هذه ديال فريق برشلونه. اكيد سي بدر انت متابع جيد لفريق برشلونه، اعتقد انك برساوي. كيفاش جاك التوقيع ديال برشلونه مع تشافي هيرنانديز؟ واش كتشوف انه غينجح مع الفريق؟ انا كنظن ان هناك ثلاثه الحوايج اللي يقدروا يخليوه ما ينجحش. حيت بالنسبه ليا تشافي كلاعب وكفلسفه لاعب، وشفنا الانجازات اللي دارها مع السد، يعني الطريقه باش كانت كتلعب السد كتقرب، رغم اللعابه ماشي هما اللعابه اللي كاين عند برشلونه، ولكن هذا هو السؤال، كتقرب في الطريقه اللي كيلعبوا بها البارسا. ثلاثه الحوايج اللي يقدروا يحبسوها: اولا كاين لعابه اللي كانوا لاعبين معاه في الفرقه وهو غيكون المدرب ديالهم ويقدر يدير اختيارات اللي هما غيجلسهم بحال في بونتوش ولا هذا، يقدر يكون شي لا جيستيون ديال واحد لي ستار، منهم بيكي ومنهم بوسكيتس خصوصا، زعما اللي غتكون شويه صعيبه له. ثاني حاجه، واش عنده ليفيكتيف باش يدير داك لو جو اللي ديال البارسا؟ اليوم كاينين لي جون اللي هما تكونوا في لاماسيا ويقدروا لاعبين متألقين، كاين غافي، بيدري، نيكو، لي جون هذاك الشيء اللي قلت. من بعد كاين مشكل انا بالنسبه ليا في الدفاع، يعني خصنا ان ديفونسور الا ما صدقش غارسيا، حيت النيفو ديال غارسيا مع ليكيب دي اسبان ماشي هو النيفو ديال غارسيا مع ليكيب. تماما، غارسيا يقدر يلعب في مركز الدفاع، مركز الدفاع مع اروخو. انا بالنسبه ليا هذه هي الفرقه اللي خصها تكون. كاين ديما المشكل ملي مشى دانيال الفيس ديال ظاهر الايمن، مازال ما البارسا لقات اللاعب اللي غيلعب في ديك المركز. ديست ما نجحش. لا ماشي ديست، ماشي انا ما كنلوم قاعد لي جوغ اللي جاو، ما كنلومهمش باسكو تبدلوا بزاف المدربين. اللاعب اللي كيشد كره بحال ديست، انا كنتفرج في الماتشات ديال البارسا كيشد كره وتيبغي يقصد ويبغي يدخل الكره وتديوها ليه وكيعاود نفس الفرصه الثانيه الثالثه. راه ميسي الوحيد اللي كنعتقد انه عنده الحق يشد الكره ويدخل وسط المدافعين. اصلا هو كيفاش بغيتي يلعب مزيان هو دايرينه في بلاصه ميسي. دابا راه عدد لي ماتش كنشوف انا البارسا حاطين ديست الي دغوا، هو ماشي الي دغوا، يعني خصو هو بيغ غير دغوا اللاعب اللي كان كيدير. ولكن راه المشكله على ديست، باش تجبد هذه الهضره على ديست، راه ما تيدير خدمه ديال جناح جناح، ما تيدير خدمه ديال ظاهر. ديما الهجمات المرتده اللي كيجيو ضد البارسا كيتحمل المسؤوليه ديالها. هو دابا حنا المشكل ديال البارسا بلاص ما ياخذوا لايغ دغوا اللي كان يليق زعما الفرقه، وكانوا لي جوار يقدروا ياخذوهم، خداو واحد
اللي كيلعب في واحد السيستم دو جو اللي كانوا كيلعبوا به لاجاكس اللي هو مختلف على السيستم ديال بارسا ديال 4-2 حيت هما لاجاكس كانوا كيلعبوا بدو سونترو وكيلعبوا بدو جون كيهبط بيناتهم بحال 3-5-2 يعني ومن بعد كانوا كيديبانيو باسكو بالنسبه ليا راه سيرجي روبرتو راه خرجوا عليه انه كيديباني في جميع المراكز لعب جميع لي خرجوا على داك حراسه المرمى بقاو كيلعبوا بقى لي غير يلعب جول. هنا غنحاولوا نربطوا مجيء ديال تشافي باللاعبين المغاربه المتواجدين مع برشلونه. سي طارق اكيد تابعتي صمد الزلزولي اللي لعب جوج مباريات لحد الان مع الفريق الاول لبرشلونه، واش تعتقد ان تشافي ارنانديز غادي يعتمد على الزلزولي وعلى المغاربه الاخرين؟ ولما لا انا بحكم هما كبروا في لاماسيا لما لا ما يعتمدش عليهم؟ وهادشي ماشي غريب علينا، دابا ولاو اللعابه المغاربه تبارك الله وصلوا عند عليهم في جميع البلدان الاوروبيه ولاو سفراء ديال اللاعبين المغاربه. انا كنظن غيعتمد عليهم، غيعتمد على لاعبين اخرين من لاماسيا كاين زكريا الفلسفه ديال فريق برشلونه، حيت الا ما كانش اللعابه ديال اللي كابرين في السونتر دو فورماسيون راه ما يمكنش دير ديك التيكي تاكا، حيت كما هادو ولاد الفرقه على هو 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 فريق من فريق هيركوليس ولكن راه تكون في لاماسيا تماما كما هضرتوا على شكون اللي خصنا نلومو، شكون اللي خصهم يلومو هو كومان هو اللي دار انتدابات ديال هاد اللاعبين. جاب لوك دي يونغ من اشبيليا اللي هو رومبلاسون ديال النصر بارسا ملي مشى بيغريشتاين وما عندناش سيلو دو ريكروتمون خدامه، جا زوبيزاريتا جا هذاك مارتينيز من بعد خربقوا زعما خربقوا الفرقه. دابا هذا هو المشكل، كيكون عندهم خلل بلاص ما يجيبوا لاعب اللي كيلعب في ديك البوست بالضبط كيجيبوا واحد اللي كيلعب في بوست اخر وكيقولوا غنجيبوا عمرو الفرقه باللعبه ديال وسط الميدان ولات الفرقه كلها وسط ميدان ما عندهاش دفاع ما عندهاش خزيريه ما كاينينش دابا تماما. دابا حتى باش تهجم كيضطر انك خصك تحط داست الي ولا تاخذ كوتينيو وتحطه في الكوتي، هو راه كوتينيو ماشي البلاصه ديالو زعما ما عمر كوتينيو ما عمرو لعب في البوست ديالو في بارسا اللي كان كيلعب فيه في ليفربول. هو كوتيني واخا لعب في البوست ديالو كنعتقد انه ما عطاه والو لبارسا ما يمكنش. وداك النهار كان مقلق حيت ما كانش لاعب ما لعبش اساسي. الا جبتي احسن لعنات الاصابات لا بيان سور الاصابات ما تنساوش، الا جبتي احسن لاعب في لونجلتير في 2019 واقيلا اللي هو كوتينيو، وجبتي احسن جون في الالمان اللي هو ديمبيلي، وجبتي غريزمان اللي كان لي ميور جوار ديال لا ليغا، حتى واحد فيهم مصدق ما خصكش تلومهم. اذا المشكل ديال الاداره ديال الاداره السابقه ديال الفريق برشلونه. وصلنا للمحور اسمح لينا سي طارق، وصلنا للمحور ختام المحور الثاني. اذا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل ننتقل الى المحور الثالث وتدوينه مثيره للجدل. إذا مشاهدينا الكرام عدنا إليكم في محور تدوينة مثيرة للجدل، عرض لاعبين من فريق الرجاء الرياضي على لجنة التأديب، لكن قبل ذلك نناقش بعجالة مسألة إقالة المدرب لسعد الشابي. رسميا لسعد الشابي أعلن فريق الرجاء الرياضي إقالته رغم أنه مشى لحد الآن مزيان كما اعتقد مع فريق الرجاء الرياضي. وهو سي بلال منين جا الشابي وحنا كنسمعوا الاستقاله ديالو، ما عمرنا شي سيمانه لعب فيها لو ماتش ديالو ما سمعناش غيستقل. انا كنظن شوف سعد الشابي قام بواحد العمل الكبير وفاز بجوج القاب بجوج القاب، ولكن ما نساوش العمل اللي قام به جمال سلامي، راه جا لقى التران غادي غير هو كمل الفرقه، راه كانوا راه طلع شباب جمال سلامي. ولكن انا كنظن كاين واحد تسرع في الاقاله ديال الشابي، نخليه دابا هو غادي كاين نتائج مازال متابعينا مسابقات اللي قويه في الشامبيونز ليغ في البطوله في كاس العرش. كنظن انا شوي كونت هاد الاستقاله وكان ما عرفتش هاد لونترينور اللي غيجيبو دابا، انا ما فراسي حتى شي حاجه. ولكن كاين الاسم ديال مارك فيرمونت المدرب البلجيكي. مارك فيرمونت ما كنظن اخر اكسبلودر هو واقيلا كارت فينال مع المنتخب البلجيكي كوت ديفوار. ولكن هاد لو كوتش اللي غيجي واش عارف الخبايا الكره المغربيه؟ واش عارف العقليه ديال خاصو يعرفها السميه ديال اللعابه اول حاجه، واش عارف العقليه ديال اللاعب المغربي؟ واش عارف بان راه عليك واحد الضغط؟ راه غير دابا راه كاين كوفيد ما كيتفرج فيك حتى واحد، واش عارف بان غيكون عندك ضغط من المسؤولين ومن ومن من؟ انا ما فهمتش المشاكل الماديه اللي كاينه. انا ماشي الرجاء والماديه، انا ما فهمتش الخبر اللي قلتي لي سي بلال والله الا فاجاتيني به. انا فاش قلت
شفتي هذا الخبر صراحه تفاجات، حيت بالنسبه لي هذا الوقت هذا دابا حنا في شهر نوفمبر، يعني مازال الموسم طويل، ما كاينش شي خساره ولا شي حاجه اللي غات لي شي كارثه دارها الشابي باش يجريو عليه. هذا هو السؤال اللي كيتطرح، واش دار شي كارثه مجرد انه تعادل في الديربي؟ لا علاش، بالعكس راه لعبوا مزيان في المركز الثاني ديال البطوله بفارق ديال 5 نقاط على المتصدر. احنا في الجوله العاشره النقطه اللي هضرنا عليها بعد قليل ديال المدرب ولد الدار، راه الا ما كانش المدرب عارف الخبايا ديال الفريق ديالو، كابر عليهم، عارف لا مونطاليتي ديال لو جوغ ماروكان، راه ما عمرو خصو يكون مدرب ديال الرجاء في نظرك ويكون ولد الدار. انا ما كرهتش على لماذا على السفري ما كانوش يلاه مثلا تحكي. علاش دابا ابو شروان علاش اللي ما نعطيوش فرصه؟ اي تقولوا لي لا باقي ما موجود، لا كنظن ابو شروان عنده الامكانيات دابا باش ياخذ قريب ليهم، عارف الخبايا. انا بوجهه نظر ديالي المتواضعه انا متفق مع السي طريق، ولكن كنظن ان كاين واحد ديريكتور تكنيك جديد اللي جا للرجاء اللي هو باتريك دوفيلد، وكنظن ان الاداره التقنيه هي اللي اختارت هاد يعني هاد الخطه هادي باش يجيبوا مدرب بلجيكي. باش نبقاو في تدوينه اللي باقي ما هضرناش عليها، عرض مجموعه من اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي على لجنه التاديب في الفريق، ويتعلق الامر بمحمود بن حليب، زكريا الهبطي، واسامه سوكحان. السؤال اللي تيطرح، واش غنبقاو ديما لاعبين ما تينضبطوش يعني رغم اي شيء خاصهم يكونوا منضبطين، حيت كنهضروا على بطوله احترافيه. هو صراحه انا السؤال اخ بلال، حنا ما عرفناش المشكل بعدا والظروف ديال هاد، ما يمكنش نحكموا عليهم وما عارفين. لا بن حليب كاين اخبار اللي هضرنا عليها في الحلقه ديال الامس انه رفض انه يطلع للحافله بعد نهايه المباراه، وبدا كيتلفظ بكلمات نابيه حسب ما وصل الينا. راه كنقولوها، راه لاعبين كبار وكيبقاو في بنك الاحتياط، اذا كنت انت محترف قال لك المدرب جلس، بغض النظر على هذا المدرب شكون هو ولا شنو تيدير ولا غلط ولا ما غلطش، خاصك تنضبط، اليس كذلك؟ معقوله، خصو يحترم الفريق ويحترم المدرب والاختيارات ديالو، وهذا هو الاحتراف، متفقين على هذه القضيه. ولكن دوك الجوج لعابه اخرين انت انا ما اللاعب الاخرين هما زكريا الهبطي واسامه سوكحان، ولكن شنو كي ربما شي امور ما خاصه من شوف وباقي صغار الهبطي وسوكحان صغار من دي جون، فاش كتكون يلاه طلعتي من لي جونيور راه خصك تهبط الراس، واخا ما تكونش كاع اللاعب البروفيسيونيل خصك ديما تهبط الراس، حيت الكره هذه في الرجاء سي طارق ولا في الرجاء الانسان خصو يصبر. دابا كنهضروا شوف كنهضر اللعابه، لاعب باغي يوصل، باغي يلعب، باغي يدير سميه، باغي يعتق والديه، باغي يصوفي وليداته، باغي راه مجوج، راه كاري، اللي ما كاريش راه شاري بالدار بالكريدي، راه كاينه ظروفها الاخ بلال، راه ماشي غير نجيو نتكاو على اللعابه تماما، خاصنا تنظر لهذا الشيء. الا كان ما بغاش يجلس في البنك الاحتياط هذا مشكل، ولكن باش خصنا نعرفوا المشكل في حد ذاته شنو هو، ولا ما عرفوش الظروف. انا نهضر اللعابه، نهضر اللعابه حيت كاينه ظروف خارج كره القدم، يعني ماديه في فريق الرجاء اليوم اللي ما يعني انك تقول هاد اللعابه راه كاين اللي لاعب فابور ولكن راه تحل المشكل المادي بعد الفوز بكاس محمد. واحد اونتر بارونتيز بن حليب راه دازوا من حدا لعابه مشاو بروفيسيونيل ولعب معاهم، هو باقي هنا راه شويه كاين اليا كيلكو شوز كي كلوش بصح واش فهمتيني، كاين خصنا نهضروه وكنظن هذا المدرب اللي جا راه خصو احنا هضرين على نيت، واش تعرف لا مونتاليتي ماروكان ديال اللاعب المغربي؟ انا اعتقد ما تعرف تسميه اللعابه، لا والله اعلم. انا بالنسبه لي انا صراحه كنظن ان هذا الاختيار في هذا الوقت هذه وسط الموسم صعيب، وخاص الادارات تاخذ المسؤوليه ديالها، انها جات حيدات المدرب اللي كان غادي في واحد المرحله مزيانه وربح جوج الكؤوس في واحد الظروف صعيبه، واليوم زعما ان كنقولوا تحسنت القضيه راه ماشي الفرقه يعني مشات دارت شي كارثه باش يجري. انا تفاجات باسكو بالنسبه ليا لعبنا مزيان في الديربي، ما ربحوش الرجاء باردون كنهضر كرجاوي، يعني الرجاء لعبت مزيان في الديربي ما جابش الحظ باش يسجلوا، ولكن الاداء كان جيد، يعني ما كانش شي دليل تقني بالنسبه لي انه يقولوا لك راه. اذا وصلنا الى نهايه الحلقه مع الاسف، شكرا جزيلا سي بدر المغاري الناقد الرياضي. مرحبا.
كما أشكر مشاهدينا الكرام سي طارق بن دامو اللاعب السابق والمدرب والمحلل الرياضي. شكرا سي بلال، شكرا الأخبار، شكرا الشرف لينا كتناديو علينا، وكنتمنى إن شاء الله الخير للكرة الوطنية إن شاء الله وللمنتخب الوطني وللفرق جميع ديال البطولة الوطنية إن شاء الله. كما أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام وأشكر الطاقم الصحفي والتقني الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة. إلى حلقة مقبلة بإذن الله.